الذكر هو عبارة عن واحد جليدة صغيرة كتكون فوق سطح القرنية، يعني الظفر كيكون مشكل سطحي، مشكل على سطح القرنية. أما جلالة فهي ديك العدسة ديال العين الطبيعية كتضبب، دونك الظفر مشكل سطحي وجلالة كتكون مشكل هو داخل العين. بالنسبة للجلالة إلا كانت لالة من الأحسن أنها تحيد قبل، لأن قد ما تحيدات بكري كتكون مزيانة للمريض والطبيب. ولكن الجلالة ما تديرش الألم، يعني ما تضطرش في العين، كدير الألم إلى وصلت لواحد الحالة اللي كتكون شوية صعيبة، ولكن مي كتكون يلا في البداية ما كديرش الألم. كاينه علاقة ما بين ارتفاع ضغط العين وتكون جلالة، يعني كاين واحد العلاقة اللي كتكون باغالال. الى كانت جلالة كبرات بزاف وتنفخات في العين بزاف وطابت واحد الدرجة بزاف، كتكون ديك الساعه كتسد المومو ديال العين، عاد ديك الساعه كيطلع الضغط. ولكن باش شي واحد عنده جلالة ويطلع له الضغط غير هكاك ما يمكنش. العملية ديال الجلالة، الاحتياطات هو أنه أولا إلا كان شي دواء عند الإنسان شي مرض مزمن وكياخد كل نهار يبقى يتبع وما يقطعوش. وقبل العملية ضروري الطبيب المعالج كيعطيك واحد سلسلة ديال الأدوية، قطرات ديال العين خاصة تتبع يومين وثلاث أيام قبل العملية، ضروري تتبعوا داك الشيء والنظافة بطبيعة الحال. بالناس اللي عندهم جلالة ما كاينش ما عندهمش علاش غير يستعملوا العدسات اللاصقة، لانه شنو هي العدسات اللاصقة؟ هي وسيلة لتحسين النظر. انسان عنده جلالة سواء دار العدسات او دار النظر، النظر ما كيتحسنش لان كاين عائق، فلهذا ما كاينش ضرورة ان الانسان يدير العدسات هو عنده جلالة. الجلالة ما كتكونش من جديد من بعد ما الإنسان كيدير العملية، اللي كتكون هو ما يسمى بأون كاتاراكت سكوندير، يعني بين قوسين جلالة ثانوية. هي واحد الخلايا كت بحال وسيخات كتلصق على السطح العدسة الاصطناعية اللي كاينة لداخل في العين، وبما أنه كتحط على داك السطح كتكون بحال واحد أنسيلوفان، بحال واحد الميكا صغيرة، وكتضبب الرؤية. هذا حالها سهل، هادشي كله كيتنقى بواحد اللازير سبيسيال كيتسمى له لازير ياك، يعني هي ماشي عملية في حد ذاتها، سيت اون مانيبيولاسيون، يعني ماشي في البلوك، ماشي في هذا، واحد 5 دقائق 10 دقائق والإنسان تتنقى ديك العدسة وكيرجع ليه الرؤية كما كانت في الأول من بعد العملية.